مركز الميديا لغرف الأخبار من شركة نيو سوشيال. نيو سوشيال تأسست عام 2014 في لندن على خلفية أكثر من 20 سنة من نشاط بحثي Research and Development لمنصات نشر إلكتروني. تخصصنا هو تطوير منصات اجتماعية لتبادل المعرفة، مرات يسموها Group Ideation، اللي من ضمنها منصة المشترك اللي تستخدم في العراق الآن. ورصد الأخبار هي جزء من هذه المنصات، ويتم تطوير خدمات رصد الأخبار مع شركتنا في أوروبا مركز بحثي كبير اسمه Event Registry، وبنفس الوقت نقدم خدمات استشارية لأنظمة النشر وغرف الأخبار بشكل عام. هذا هو اختصاصنا الآخر بالحقيقة. فهي نبذة بسيطة حول شركتنا نيو سوشيال. نرجع إلى الموضوع الأساسي لهذا العرض اللي هو حول رصد الأخبار. البرنامج يبدأ بفحص أكثر 200 ألف مصدر أخباري ويب، يعني ويب سايت يوميا، وخاصيته هي بناء الأحداث من الأخبار. بحق هاي من المزايا الأساسية لهذا البرنامج، بس بنفس الوقت ممكن تمديده حتى يفحص الشبكات الاجتماعية مثل تويتر وفيسبوك وغيرها، وممكن حتى يكون بمراقبة قنوات التلفزيون. هذا توسيع له، بس بشكل الأساسي السريع هو فحص أكثر 200 ألف مصدر أخباري يوميا. هو نتيجة سنوات عديدة من البحث والتطوير. راح اشتغلنا مع Event Registry فيما يخص العربية بالأخص، بس يدعم أكثر من 30 لغة ضمنها الإيرانية والتركية والصينية واللغات الأوروبية الأخرى. البرنامج هو موجود على السحابة، يسموه SaaS، يعني Software as a Service. استخدامه بسيط جدا، ما يحتاج أكثر من دقائق. يعمل مع أي نظام تحرير في مؤسسة إعلامية أو مؤسسة نشر أو صحيفة، وتكاليف منخفضة لاستخدام النظام، تكاليف لكل شخص لكل شهر. فالغرضنا أنه تستخدم أكبر عدد ممكن من شركات الإعلام في العالم العربي والمؤسسات المتخصصة. فهذا هو المختصر حول نظام رصد الأخبار. هو يستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل جدا جيد، فيبحث في آلاف الكيانات عن المواضيع والأشخاص والمواقع والمؤسسات بأكثر من 30 لغة مثل ما قلت، وتالي يقوم بفلترة الأحداث المباشرة حسب المصادر الأخبار، حسب الوقت، حسب أشياء أخرى، ويقوم بعرض خريطة حية للأخبار الشائعة حول العالم. وبنفس الوقت هناك تحليل للأخبار، وهذا جزء مهم، مثل Cloud Tag، مثل Timeline، Sentiment Analysis، ما هم مؤلفو المقالات، ما هم مصادر الأخبار، رسم بياني المفاهيم واتجاهات المفاهيم، وتحليل لسنتمنت أناليسيس نسميه احنا تحليل المشاعر. فهذا هو جزء من القضايا الأساسية اللي راح انتقل عني إلى عرض حيل البرنامج بالحقيقة حتى تشوفون كيف يشتغل. فتستخدم لي مثل ما قلت ممكن تستخدم أي ويب براوزر. الآن دخلت إلى برنامج رصد الأخبار بعد ما أعطيت على الويب اسمي وكلمة السر. دخلت الآن في هذا الجزء دراوي الأحداث المستجدة بالعالم، أكثر أحداث انتشر ويراويها كما تحدث في كل أنحاء العالم. بس أنا راح أنتقل الآن إلى تشوفوها كيف قاعد تطور الأخبار، بس أنا راح أبدي الآن أبحث عن كلمة معينة أو عن كيان معين. فأروح إلى Media Intelligence اللي هو واحد من الأقسام الأساسية للبرنامج، وخل أدور عن كلمة العراق مثلا. يوم أكتب قبل ما أنهي كلمة العراق، هو جاب لي مكونات اللي يفهمها، لأن البرنامج باستخدامه Databases ذكي يعرف شنو اللي تدور عليه، مو مثل جوجل تدور على بس كلمة، الكلمة يعرف شنو معناتها. فمن أقول العراق أقول تريد العراق، تريد كردستان العراق، تريد حرب العراق، تريد قوات مسلحة عراقية، ويمها مثل ما تشوفون آيكون معين. فهذا الآيكون الأخضر يعني معناته محل جغرافي. هنا مثلا مثل البيت يراويك هذا مؤسسة مثل قوات مسلحة العراقية أو مجلس النواب، قوات أمن العراقية. فأنا أقول لا، أنا أريد العراق بالحقيقة الآن، وأريد إذا أسوي له سيرش
جاب لي عدد كبير جدا، حوالي 323 ألف خبر بحوالي 30 لغة وأكثر. آخر خبر قبل دقيقة، حكومة كردستان تقدم شروط الالتزام بتسليم بغداد. أنا أقول أريد ما أريد كل اللغات، بالله خلينا نسوي أول فلتر إذا بس بالإنجليزي والعربي. أقول له سيرش، فقلل البحث إلى 168 ألف خبر. طبعا هذا ممكن نستخدم الفلترات، سرايكم نستخدم الفلترات حتى نوصل إلى الشيء اللي نريده بالتحديد، يعني بدون ما بتكون مقالات عديدة جدا. بس سأنتقل إلى واحدة من المواصفات الأساسية إلى اللي هو دي يسوي ريفرشنج. واحدة من المواصفات الأساسية إلى اللي هي قضية الإيفنتس، الأحداث. الأحداث بالحقيقة تستخدم الذكاء الاصطناعي أنه يقسم الأخبار إلى أحداث. الحدث يبدأ بوقت معين ينتهي بوقت معين، ربما الحدث مستمر. فأنا الآن انتقلت من سويت كليك on events، مثل ما تشوفون دراويني الأحداث الأخيرة. واحدة من الأحداث مثلا ترامب، العقوبات الأمريكية تشل الاقتصاد الإيراني وجبتها في سياساتها. لو تشوفون كل حدث إلى المكونات مالته اللي يستنبطها آليا أوتوماتيكيا، فيقول لك حول ترامب بالانتيتيز مالته، العراق، الكونغرس الأمريكي، حرس الثورة الإسلامية، قاسم سليماني، فيلق القدس، طهران، موت، سلاح نووي، اقتصاد علم، دونالد ترامب. يقسم، ياخذ المكونات الاحداث بشكل جد جدا ذكي. خلينا نشوف مثلا احداث اخرى، مثلا هنا بالانجليزي والعربي. مثلا هذا حدث يقول لك تجدد الاحتجاجات في الناصريه ضد تكليف علاوي. هذا الحدث بخمس مقالات. خلي افتح الحدث. البرنامج اوتوماتيكيا يعطي مكان الحدث ويلقى له مختصر ويقول لي من المصادر المعلومات نشرت الحدث. لو تشوفون اول خبر نشرته الوطن نيوز 9:28 تقريبا 4 فبراير، وتالي المصريون، تالي اليوم السابع، تالي منكش، دستور، الوطن. ف يعني هذا الخبر مثلا لو تشوفون بدأ نشره بالحقيقة بجرائد ومصادر عربية وقبل المصادر العراقية، وهي مرات يساعد في قضية واحد يشوف منو يروج للأخبار ومين تبدي، ويساعد في قضية الفيك نيوز. فأنا طبعا أي خبر إذا أريد أشوفه ممكن أنقر عليه وأشوف الخبر بشكل كامل. هذا الخبر من مصدر الأصلي، هنا الأحداث، وهنا دا أسوي searching for events حول العراق. okay زين. فمثل ما قلت أكو events وأكو ممكن ندور على articles، وإذا article جزء من event تراويني إيه هنا أقدر أشوفها، وممكن أدور على events. الإيفنتس بنفس الوقت يقول لي إيش قد مشهور على الإنترنت، إيش قد فايرال، يعني هذا الفايرالتي مع هذا الإيفنت زيرو، بعضها كوايت فايرال، يعني قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. مثلا هذا بنتاغون واتش دوك، يو اس ويدرول فروم إيراك ود لايكلي مين ISIS، الفايرالتي مالته 6 انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. الارتكلز مالته أكثر، فيراويك الفايرالتي مال كل حدث. زين، بنفس الوقت أنا أقدر أشوف بالسيرش مالتي شنو التوب كونسبتس، التوب كونسبت شنو المكونات الأساسية، شنو الدلالات الأساسية. فيقول لي هذا التوب كونسبت، دورت على العراق بالحقيقة إيران، كل مقالات حول إيران هي بها العراق، بها إيران كأنتيتي، بقاسم سليماني، بها بغداد، بها تويتر، ضربة جوية، طائرة بدون طيار، سوريا، تنظيم الدولة الإسلامية. هاي تراوي لي التوب كونسبت اللي يستخدمها البرنامج أوتوماتيكيا باستخدام الذكاء الاصطناعي. ممكن أشوف التاج كلاود، تاج كلاود إنه يراويني كلاود مع الأحداث، كل ما الكلمة كانت أكبر كل ما معناتها نشرها أكثر. شوفون سليماني كبير، شوفون ترامب كبير، شوفون يو إس كبير. إذا أريد السنتمنت أنا النيو سورسز يراويني مصادر الأخبار مين جتي لهذا الحدث، أو إذا ممكن يحاول يستنبط من الكاتبين المقالات لهذه الأحداث.
إذا يقدر يجيب مثلا فريق التحرير جاي تروي الألمانية، مرات صحفي وإيلاف، مرات اسم الكاتب إذا يقدر يحصله. أو قضية أخرى مهمة اللي هي sentiment analysis، هي المشاعر. sentiment analysis مهمة، يقول لك أنت سويت بحث عن العراق، إيش قد من هذا البحث هو سلبي، الأخبار سلبية. طبعا بالعراق لنا كثير مشاكل، هواية معظم الأخبار سلبية، إيش قد منها محايدة وإيش قد منها إيجابية. مع الأسف بالنسبة للعراق النشر الإيجابي كلش قليل، السلبي جدا أحمر قليل، بس معظم السلبي. إذا أقول لزين إذا أنقر على سلبي يقول تريد تشوف الأخبار السلبية، أقول له إيه راوين ياها، يراوي الأخبار السلبية. إيراك لك تلفروس تو كلير سايت، ترامب تو أدرس، إيراك بارلمنت بوست تو أكسبيل، يعني قضايا بأحداث سلبية، هي مظاهرات أو مشاكل. خلينا نشوف شنو الإيجابية بالحقيقة، يعني هذا interesting حول العراق. إيران welcomes Alawi's appointment. Pope France urges visit to Iraqi president. أكو أخبار بالعراق ربما إيجابية، بس معظمها راح تشوفوها هي حول تطوير أو لقاءات إيجابية أو مشاريع. إيران إيراق approves fifth round of gas exploration. وده تشوفون الدالات كلها موجودة هنا. طبعاً أنا إذا أشوف الأخبار كلها بالعربي أقول أريد اللغة العربية، هسا نسوي بنسوي فلترات. أكو الكونسبت جراف يراويك الروابط بين الدالات، كيف مرتبطة الدالات، منها فيلق القدس شنو ارتباطها بحرس الثورة الإسلامي، الحج الشعبي، مطار بغداد الدولي مثلاً. كونسبت ترندز، كيف الترندز مربوطة ببعضها يوم بيوم. إذا في خبر على مثلاً على دونالد ترامب قد منه حول بغداد وغيرها وقاسم سليماني. فهذه تحليل كامل للأخبار اللي تبحثت عنها. طبعا أجي مرة أخرى أرجع إلى list of events، أروح للarticles. طبعا أنا ممكن أقلص الأخبار مالتي، ممكن أسوي فلترات. واحدة من الفلترات مثلا السورسز، أقول له ما أريد كل مصادر الأخبار، أريد بس المصادر الأخبار اللي هي 10% الأساسية أو 20% الأساسية، وأقول له search. يتقل الأخبار هواية. ممكن أقول له أنا أريد مثلا الأخبار اللي حول البزنس اللي لها علاقة بالطاقة فيما يخص العراق، جيب لي هذا من كاتيجوري. جاب لي نزلت كلها إلى 656 خبر. أوبك، حول أوبك، حول كوميتي، أريد زمن معين، أريد أسوي اللغات مثلا، ما أريدنا الإنجليزي عربي، ربما أريد بس عربي. وخلي نوخر هاي الكاتيجوري لأنها معظمها بالإنجليزي، وأقول له سيرش. يجيب لي الأخبار اللي بالعربية فقط. نعم، أقدر أبحث. فتشوفون الخاصيات الكبيرة جدا. فهنا هي اللي هو نسميه الميديا انتليجنس. أكو شيء آخر اللي بيه هو الميديا مونيتورينج. الميديا مونيتورينج مثل الميديا انتليجنس بس متطور بعد أكثر، وممكن تخلي ملفات اللي ترجع لها. مثلا ملف أخبار البصرة الاقتصادية، أخبار دبي، أخبار العراق اقتصاد، قطر كأس العالم، قطر الاقتصادية، العلاقات القطرية الأمريكية. فإذا جي مثلا أخبار البصرة الاقتصادية مثلا، هذا ملف أنا سويته وأرجع له، حتى مو أظل أسوي بحث. فهذا يقول لي أقدر أسوي، يقول لي نشاط اقتصادي بالنسبة للبصرة أريده هاي، إلى علاقة بالتريد بالبصرة، الموقع مالت البصرة 30 يوم سابق، مو بس الويب بس البي آر والبلوكس. فأنا أسوي مواصفات ويعطيني هذه كل الأخبار اللي حول البصرة، آخر واحد قبل 31 من الثاني. عندي ملفات لبحوث متطورة جدا، وهنا أكو إمكانيات البحث هواية متطورة، لأن أقدر أدور حسب التصنيف، حول حسب الكلمات. أقدر أقول هالكلمات أريدها excluded included manual weight. مثلا أقول أريد
شيء نشاط اقتصادي 100% مهمة بالنسبة لي، نشاط اقتصادي 100%، بس التريد اللي هي التجارة بالنسبة للبصرة مو كلش مهمة، أريد كل نشاط اقتصادي فأعطيها أهمية أقل، بس لازم بها الموقع البصرة. مو ناس يحكون عن البصرة من بلد معين بس لها علاقة بأخبار البصرة بالبصرة، فالموقع 100% أقول له required. وممكن أضيف كثير categories ممكن أسويها جدا جدا مفصلة بالحقيقة. إسه من أريد أرجع إلى هذا، أرجع مثلا إلى ميديا انتليجنس، أرجع إلى ميديا انتليجنس وسوي نفس أسوي أي البحوث اللي قلتها قلت لكم عليها، أو ممكن نرجع هنا إلى most reported current events اللي تكون هاي الخريطة بها الأحداث. فتا ممكن طبعا إذا مؤسسة إعلامية ممكن تكون أكثر من شاشة، شاشة بها الأخبار مثل ما تصير بالعالم، شاشة أخرى ممكن واحد يبحث. وبالحقيقة هذا هو عرض سريع ويراويكم قد النظام استخدامه بسيطة باستخدام الويب، فهو بالحقيقة نظام جدا متطور استخدام الويب. في الشكل الأولي اللي هو جدا متطور، السعر مو أكثر من 200 يورو للمستخدم بالشهر. طبعا المؤسسات اللي في تخصص أكثر تربطها بالمونيتورينج لقنوات التلفزيون لرصد أخبار التلفزيون، أو تروح لتويتر وفيسبوك وإنستغرام وغيرها، الأسعار راح تتغير، وهي اللي أنتابع للمتطلبات الخاصة لكل مؤسسة، وإحنا مستعدين نتكلم عن المؤسسات الأخرى حولها. وشكرا جزيلا، وإن شاء الله هذا العرض كان مفيد بالنسبة لكم.